أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من الميادين مستهلة بأبرز العناوين. دولة قطر تبادر بشق الصف العربي. يعرف أي قنوات إعلامية ومنها قناته التي ترهب الناس أسريا وتدلس. سجال حاد واتهامات متبادلة بين قطر والسعودية والبحرين في مجلس وزراء الإعلام العرب. والإمارات تتهم قناة الجزيرة بنشر الطائفية والعنف ومعاداة السامية. الأمم المتحدة تعلن أزمة اليمن الأخطر في العالم مع تفاقم المجاعة والكوليرا. لافروف يحث المعارضة السورية على التخلي عن لغة الإنذارات والشروط المسبقة ومحاولات تغيير النظام. شهيدان وجرحى في تصدي شبان فلسطينيين لاقتحام قوات إسرائيلية مخيم جنين، والضفة تشيعهما وسط حال من الغضب. وفي نافذة مدينة طليطلة كاتدرائية القديسة مريم تحفة هندسية عمرها قرون. أهلا بكم. شهد مجلس وزراء الإعلام العرب سجالا حادا بين الوزير القطري من جهة ونظيريه السعودي والبحريني من جهة أخرى. وزير الإعلام السعودي اتهم الدوحة بشق الصف العربي وشدد على ضرورة أن تكف قطر عن دعم الإرهاب واستضافة الإرهابيين على قنواتها الفضائية. بدوره هاجم الوزير البحريني قناة الجزيرة، فاعترض الوزير القطري على الكلمتين واتهم الإعلام البحريني بالعمل على إرهاب الناس. أنا لا أريد أن أدخل في مهادرات، ولا أريد أن أضع هذا المجلس في مهادرات، لكن للأسف الشديد تحدث معالي الأخ وزير إعلام مملكة البحرين الشقيقة عن الجزيرة، وأقول له إن الحقيقة لا يغطيها غربال الشمس، لا يغطيها الغربال، الحقيقة لا تغطى بغربال. يعرف أي قنوات إعلامية ومنها قناته التي ترهب الناس أسريا وتدلس وتنتهك الأعراض. للأسف الشديد دولة قطر تبادر في شق الصف العربي وتبث الفتنة عبر ذراعها الإعلامي قناة الجزيرة. شكرا سيد الوزير. حسب طلب الكلمات أعطي الكلمة سيد المندوب. مع كل الاحترام والتقدير، هناك قائمة للتدخلات وهناك ترتيب للتدخلات. أعطي الكلمة لممثل دولة السودان نائب رئيس الوزراء ووزير الإعلام السوداني، فليتفضل. سيد ممثل دولة قطر، أخذت حظك في الكلمة، وهناك تسجيل لكلمات للسادة رؤساء الوفود. إلى ذلك اتهمت الإمارات قناة الجزيرة القطرية بنشر الطائفية والترويج للعنف وبمعاداة السامية، وذلك في ردها على رفض الأمم المتحدة مطالبة الدول العربية المقاطعة للدوحة بإغلاق القناة. وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش في رسالة إلى المتحدث باسم مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين لفت إلى أن قناة الجزيرة تجاوزت عتبة التحريض على العنف والتمييز، ورأى أنها روجت له من خلال إذاعتها لخطب الشيخ يوسف القرضاوي. واجتمع وزراء خارجية دول مقاطعة مع وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون في جدة لبحث الأزمة مع قطر. تيلرسون التقى الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز وبحث معه جهود مكافحة الإرهاب. وقد وصل تيلرسون إلى السعودية آتيا من الدوحة، حيث كان قد وقع مع نظيره القطري مذكرة تفاهم بشأن التصدي لتمويل مكافحة الإرهاب. زيارة وزير الخارجية الأمريكية للمنطقة في صدارة اهتمامات وسائل الإعلام القطرية، بينما تتهم الدول المقاطعة الدوحة بالكذب والغدر والخيانة وتطالب برقابة صارمة عليها لعدم الثقة بها ورسوم متنوعة على مواقع التواصل. فاطمة قاسم.
أهلا بكم. على الشاشات وفي الصحف ومواقع التواصل، الحملة على قطر تركز حاليا على اتهامات بسيطرة الأمير الوالد على الحكم وإثباتات بأن تسليم الحكم كان مزيفا. قناة أبوظبي كررت شكوكها بشأن حاكم قطر الحقيقي، هل هو حمد بن خليفة أم ابنه؟ في ظل ضعف الأمير تميم وتسليمه للأمير الأبيب الصغيرة والكبيرة، بينما هو في الواجهة الدولية والمحلية، بالإضافة لوزير الخارجية الحالي الذي أثبت ضعفا في مواجهة الصحافة وإيصال الرسائل. أما بالنسبة لموضوع تمويل الإرهاب وما ورد في قائمة الاتهامات، فهذا الموضوع موجود في كافة دول المنطقة وليس فريد فقط أو ينطبق فقط على دولة قطر، ودولة قطر بالعكس هي تقع في أسفل القائمة. وفي الموضوع نفسه كتبت صحيفة عكاظ السعودية معنونة: تميم مكبل بسلطة تحكم من وراء العرش، ونقلت عن تقارير أمريكية أن اختفاء الشيخ حمد عن الإعلام ليس دليلا على عدم سيطرته على الحكم. كذلك على موقع تويتر يتداول موضوع حاكم قطر الحقيقي، فقد كتب مغرد أن أحداث قطر تثبت خدعة اعتزال حمد وتولي تميم. الجزيرة القطرية تحتفي بزيارة وزير الخارجية الأمريكي وتخصص مساحات لتبعات زيارته في نشراتها. وفيما يخص تسريب وثائق اتفاقيتي الرياض، تساءلت عن مستوى الثقة بعد انتهاك الدول المحاصرة جملة من الأعراف إثر تسريب الوثائق السرية. إن مجلس التعاون الخليجي الذي نشأ بداعي الخوف بعد انتصار الثورة الشعبية في إيران يبدو اليوم خالي الوفاض من المضمون السياسي. السعودية والإمارات مثلا لا تحبان الإخوان المسلمين، وهو كره مبعثه سياسي لا ديني، والحال كذلك فعلى قطر وسلطنة عمان والكويت أن تحب السيسي لأنه قضى على الإخوان المسلمين وتركهم ما بين قتيل وسجين وطريد. هذا حب لا تشغلن نفسك بأسئلته الأخلاقية والدينية في جواز القتل من عدمه، لكنهما يمكن أن يحبا إخوان اليمن وإخوان البحرين لضرورات سياسية. مجلة فورن بوليسي عنونت: قطر تلعب ورقة حقوق الإنسان عبر شركة علاقات عامة في واشنطن. المقال يتطرق إلى تكثيف قطر نشاطها بواشنطن لعرض انتهاكات دول الحصار ومطالبة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر الإدارة الأمريكية والدول الأخرى بوقف الانتهاكات قبل الحديث عن الوساطة والحلول السياسية. وعلى تويتر علق المغرد تركي شلهوب على خبر ارتفاع صادرات إيران إلى الإمارات بنسبة 35% قائلا: إن هذا الارتفاع في إطار الجهود الإماراتية لإبعاد قطر عن إيران. وأعلنت وزارة الدفاع القطرية عن وصول الدفعة الخامسة من القوات التركية إلى الدوحة. الوزارة أشارت إلى أن الدفعة التعزيزية انضمت إلى القوات الموجودة حاليا في معسكر كتيبة طارق بن زياد الآلية في الدوحة. كما أوضحت أن القوات بدأت مهمتها التدريبية في إطار التعاون العسكري المشترك. ويأتي الإعلان على الرغم من مطالبات الدول الأربع المقاطعة لقطر بإغلاق تلك القاعدة. من جهته أعلن وزير الاقتصاد التركي أن أنقرة ستواصل تلبية الاحتياجات اليومية لقطر في الأجل الطويل، وأكد أن بلاده أرسلت 197 طائرة شحن و16 شاحنة، إضافة إلى سفينة واحدة تحمل سلعا ومواد غذائية واحتياجات يومية إلى قطر، وذلك منذ اندلاع الأزمة قبل شهر تقريبا. هذا في وقت أكد فيه وزير الاقتصاد القطري أن العقوبات لم تنجح في عرقلة حركة التجارة البحرية والجوية عن بلاده. نحن كأتراك نريد أن نعزز علاقتنا الاقتصادية والتجارية مع قطر من أجل مواصلة تلبية احتياجاتها اليومية، ونحن نؤكد أن علاقتنا الأخوية ستدعم علاقاتنا الاقتصادية والتجارية معها. تم العمل على تفعيل خطة الطوارئ، وكانت عملية التبادل التجاري مع جميع دول العالم مفتوحة عن طريق البر وعن طريق البحر وعن طريق الجو، وحركة الاستيراد والتصدير كانت مستمرة إلا من هذه الدول أو دول الحصار. وبدأ وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي زيارة رسمية إلى إيران لبحث آخر التطورات التي تمر بها المنطقة والعلاقات بين البلدين. بن علوي التقى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قبل أن ينتقل إلى مقر رئاسة الجمهورية
حيث استقبله الرئيس الإيراني حسن روحاني. أعلنت الداخلية السعودية أنها نفذت حكم الإعدام بأربعة شبان اتهمتهم بتنفيذ أعمال إرهابية في منطقة القطيف. وينتمي الشبان الأربعة إلى منطقة القطيف، ويقول أبناؤها أن إعدام هؤلاء الشبان جاء على خلفية طائفية. أربعة شبان من الناشطين في محافظة القطيف أعلنت وزارة الداخلية السعودية أنها نفذت حكم الإعدام بهم. التهمة التي أعدم على أساسها الشبان الأربعة بحسب بيان الداخلية السعودية تنفيذهم أعمالا إرهابية، إلا أن أهالي القطيف التي تقع في المنطقة الشرقية وهي إحدى أغنى المناطق السعودية بالنفط والتي ينتمي معظم أبنائها إلى الطائفة الشيعية يؤكدون أن إعدام الشبان الأربعة جاء على خلفية طائفية ولمشاركتهم في تظاهرات سابقة دعت إلى مزيد من الإصلاحات وإنصاف أهالي المنطقة التي يشكو أهلها الإهمال، كما أن إعدامهم جاء من دون إخطار أهاليهم الذين علموا بالأمر من وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي. إعدام الشبان الأربعة تزامن مع مواصلة القوات الأمنية السعودية تشديد الحصار على بلدة العوامية في القطيف الذي دخل شهره الثالث في ظل قصف يستهدف بين الحين والآخر منازل البلدة، وقد أدى إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى، كما أدى إلى إلحاق دمار كبير في البلدة ولا سيما في حي المسورة التاريخي، على الرغم من مناشدة الأمم المتحدة الرياض التوقف عن هدمه. وينضم إلينا من العاصمة الألمانية برلين الناشط الحقوقي السعودي طه الحاجي، أهلا بك. هل تعتقد أن التهمة هي فعلا يعني تهمة إرهاب، أم أن في الأمر ربما كما يقول يعني أهالي المنطقة هناك بعد طائفي لهذا الإعدام؟ هي تهمة الإرهاب توجه بصورة فضفاضة إلى الجميع، يعني حتى النشطاء الحقوقيين المستقلين في كل مكان يتهمون بالإرهاب، توجه للكتاب. الأربعة الشهداء الذين أعدموا بالأمس لم تكن من ضمن اتهامات الموجهة لهم أنهم قتلوا أحد أو لكي يصل الحكم إلى الإعدام. لا توجد، لو سلمنا بصحة الاتهامات التي ذكرتها الحكومة، لو سلمنا بصحتها فرضا، فلا يوجد من بينها أي حكم في قضية جسيمة أو في القضايا الأشد خطورة التي تستدعي عند الدول التي تطبق الإعدام أن تصدر حكم إعدام. يعني قضاياهم أقصاها رمي مولوتوف أو إطلاق نار، يعني حسب اتهام الداخلية إطلاق النار على مبنى المحكمة أو على مبنى الشرطة أو على دورية أمنية. لم يكن هناك أي اتهامات بالقاتل أو غيرها يعني. وأحكامهم بخلاف ما ذكرت وسائل الإعلام السعودية أنها قصاص لكي توحي للجميع أن هؤلاء قتل ويقتص منهم، أحكامهم جميعا هي أحكام تعزيرية، والقضاء السعودي يستغل السلطة التي يملكها في التعزير ويتوسع جدا في أحكام الإعدامات. طب الوصول إلى مرحلة الإعدام هي مرحلة خطيرة، يعني في الدول التي ما زالت لديها هذا الحكم تأخذ سنوات مسألة المحاكمة لكي يتخذ هذا القرار. استسهال الإعدام في السعودية ما هي أبعاده الحقوقية، وكيف يمكن يعني مواجهته أكان على المستوى القضائي أو حتى على المستوى الحقوقي الدولي؟ وعلى المستوى الداخلي السعودية، سواء على المستوى القضائي أو على المستوى الأمني، هناك توسع مرعب مهول جدا في عقوبة الإعدام، وجميع هذه الأحكام كلها إعدامات تعزيرية، ليست إعدامات قصاص، ليست إعدامات حدية، كلها تعزيرية. هذا التوسع يعني تستغله المحاكم لتصفية المعارضين، كما فعلت في بداية السنة الماضية عندما أعدمت الشيخ نمر النمر مع مجموعة
بتهم مشابهة. يعني الكل يعرف أن الشيخ نمر لم يكن مسلح ولا مجرد معارض سياسي يعني بسبب المطالبات وتم إعدامه. على المستوى الدولي، المستوى الدولي يدين ويشجب ويندد، هذا ما يملكه فقط يعني، لكن دون تأثير. لا الحكومة السعودية لا تبالي بأي من هذه البيانات. شكرا لك سيد طه الحاجي، الناشط الحقوقي السعودي، كنت معنا من برلين. أعلن المدير العام لمنظمة الفاو أمام مجلس الأمن الدولي أن المجاعة تطاول 17 مليون نسمة في اليمن بزيادة 20% عن تقييم العام الماضي. كما لفت إلى أن الإنتاج الزراعي اليمني هبط العام الماضي 40% عما كان عليه قبل نشوب الصراع. أما منظمة الصحة العالمية فأعلنت أن أزمة الكوليرا في اليمن أكبر من أي أزمة أخرى في العالم، حيث لا يتوفر لليمنيين الماء النقي، ما يؤدي إلى دخول اليمن الموجة الثانية من تفشي وباء الكوليرا في 11 محافظة. تفشي مرض الإسهال في اليمن يتسبب في خسائر فادحة في صفوف المواطنين اليمنيين. حتى اليوم لدينا 317 ألف حالة إصابة مسجلة بالإسهال، إلى جانب 17,050 حالة وفاة، نصف الحالات تقريبا أطفال. تعمل الوكالات الإنسانية على مدار الساعة للوصول إلى كل زاوية في البلاد بالإمدادات الصحية اللازمة، إضافة إلى المياه الصالحة للشرب. دعا وزير الخارجية الروسية سيرجي لافروف المعارضة السورية إلى التخلي عن لغة الإنذارات خلال المفاوضات ومحاولات تغيير النظام في سوريا وطرح شروط مسبقة. وفي مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره البلجيكي في بروكسل، قال لافروف أن مفاوضات أستانا أعطت زخما إيجابيا لعملية التسوية السورية. لافروف لفت إلى أن مناطق خفض التصعيد خففت مستوى العنف، وأعلن أن المفاوضات بشأن إقامة ثلاث مناطق أخرى لتخفيف التوتر لا تزال مستمرة. لذلك استهدفت طائرات الجيش السوري اليوم مجددا مواقع لجبهة النصرة في جرود فليطة بالقلمون الغربية عند الحدود مع لبنان. وفي الداخل اللبناني كانت مواقع النصرة هدفا لمدفعية الجيش اللبناني، وقد تركز قصف الجيش على مواقع المسلحين في جرود عرسال ورأس بعلبك في منطقة البقاع. كما عادت الدفعة الثانية من النازحين السوريين في لبنان إلى مناطقهم. مراسل الميادين أفاد بأن نحو 300 نازح غادروا مخيمات جرود عرسال بمواكبة الجيش اللبناني إلى الحدود للعبور إلى بلدة عسال الورد. وفي حمص وصلت الدفعة الأولى من أهالي حي الوعر العائدين من مخيمات مدينة جرابلس في ريف حلب. الدفعة شملت 100 عائلة اختارت العودة إلى الحي بعد معاناة إنسانية كبيرة في جرابلس وضغوط للتجديد مارسها المسلحون. مجليلة. هو عناق العودة إلى حي الوعر بعد شهرين من مغادرة هذه الحافلات مدينة حمصة إلى جرابلس بريف حلب. اليوم تعود بعض عوائل الحي ومسلحوه الذين أتوا لإتمام تسوية أوضاعهم بعد اتفاق أبرمته الحكومة السورية مع المجموعات المسلحة المنتشرة في ريف حلب. اتفاق أبرم نتيجة ضغط شعبي من سكان الوعر على هذه المجموعات. كان اليوم العدد حوالي 630-650 عائلة، وفرت الحكومة كل مستلزمات العيش الكريم لهم. عانوا كثيرا في مخيمات جرابلس من نقص في الماء والغذاء والملبس والرعاية والتدفئة والتعليم. لا يوجد أي تنسيق مع أي دولة خارجية. إرادة السوريين والضغط على المجموعات التابعة للحكومة التركية هي التي خلقت الظرف المناسب لعودة هؤلاء الذين كانوا في جرابلس. 150 عائلة اختارت العودة إلى الوعر بعد معاناة العيش في مخيمات جرابلس. مخيمات يقول العائدون إنها تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة. يروي هؤلاء فصلا من مرارة العيش هناك خلال الفترة الماضية، ولا ينسون ذكرى ضغوط المسلحين عليهم لتجنيد الشبان ضمن مجموعات فرقة السلطان مراد ذات الإدارة التركية والتابعة للجيش الحر. لا في إعانات، أتراب، أدبات للنسوان ما في، نسوان عم تروح على الشغل، ما بيستحوا، ما بيخجلوا، من كبير لصغير بيعرفوا بعضهم، يا بدك تشيل سلاح معاهم وتروح تقاتل السوري، يا بيضربوك بوجههم بكبوك برا. إنه يجندونا للأتراك ونشتغل معاهم، إنه بنحارب الأكراد وبنحارب الجيش العربي السوري،
فنص العالم ما رضيت ورجعت، فضلت انه ترجع وما بدها هالشيء. يعني الاوضاع سيئه، لا مي لا كهرباء، نحن اخر شيء، وحرقونا مرتين وما حدا اطلع علينا، ما حدا قدم لنا مساعده، نمنا على الارض. عوده قسم من اهالي الوعري الى منازلهم عجلت اجراءات محافظه حمص لاعاده تاهيل الحي، مسح للاضرار وازاله للانقاض وتوفير للخدمات الاساسيه لمنازل الحي. اتفاق قد يؤسس مستقبلا لقوافل عودة مماثلة إلى أكثر من منطقة سورية نفذت فيها اتفاقات مشابهة. قد لا تكون هذه الدفعة الأخيرة التي تعود من مخيمات جرابلس إلى حي الوعر، فأسباب العودة كثيرة، تبدأ بمن تظرهم في خيم البؤس ولا تنتهي بأنه لا بديل عن الوطن والعودة إليه. مجد ليلى من داخل حي الوعر في حمص لقناة الميادين. سلمت محافظة الحسكة السورية أكثر من 100,000 طن من القمح إلى المراكز الحكومية، مع توقعات بأن يصل إجمالي محصول المحافظة إلى 200,000 طن، ما يمثل 90% من إنتاج البلاد. تحتاج سوريا إلى ما يصل إلى 4 ملايين طن من الأقماح لتلبية حاجاتها الداخلية، لكن لا يتوقع أن تنجح في إنتاج أكثر من 220,000 طن هذا العام، برغم توقعات سابقة بقدرة محافظة الحسكة وحدها على إنتاج 600,000 طن. تم الشراء في فرع حبوب القامش لما يقارب 83,000 طن بمركز جرمز والثروة الحيوانية، كما أن بيع الأكياس في مركز الثروة الحيوانية وصل إلى 1,866,000 كيس. حاجة الفلاحين لتخزين البذار للموسم المقبل وفتح الإدارة الذاتية الكردية ل7 مراكز في مناطق سيطرتها أديا إلى انخفاض توقعات الكميات المستلمة إلى الثلث تقريبا، برغم أنها تسلم بسعر 140 ليرة سورية، أي بزيادة ليرتين على الإدارة الكردية، في وقت منعت الإدارة الذاتية الكردية الفلاحين في المناطق الشمالية من تسليم أقماحهم للمراكز الحكومية. قاعد نجيب حبوبنا على مركز الحبوب الجباب، ما يقصرون معنا من مدير الفرع لرئيس المركز نقابة العتالة للشباب سهولة لأبعد الحدود، والشباب العساكر على الباب والشتم كلهم ما يقصرون معنا. الحكومة السورية أكدت أن كلفة استيراد القمح عبر مرفأ طرطوس لا تتعدى 100 ليرة للكيلوغرام الواحد، وهي أقل من كلفة شراء محصول الفلاحين، حيث تسعى الحكومة إلى دعم الفلاحين لتمكينهم من الاستمرار في زراعة الأقماح. وبرغم تدني الاستلام هذا العام، تعد الحكومة السورية خططا لتشجيع الفلاحين بريف حلب والحسكة التي باتت في معظمها خالية من داعش، ما سيؤدي حتما لارتفاع المساحات المزروعة ويؤمن الاكتفاء الذاتي وإلغاء الاستيراد بالعملات الصعبة، ما يمكن الحكومة من توفير سلع أخرى في ظل الحصار. أعلنت قيادة عمليات دجلة انطلاق عمليات عسكرية لتعقب خلايا تنظيم داعش النائمة في 3 مناطق داخل محافظة ديالى. وقال قائد عمليات دجلة الفريق الركن مزهر العزاوي إن قوات أمنية مشتركة من الشرطة والجيش مدعومة بالحشد الشعبي بدأت بتعقب خلايا داعش النائمة في جنوب قضاء بلدروز وفي جنوب ناحية كنعان وجنوب ناحية بهرز بمحيط بقوبة. نريد تعود موصلنا الألم بالروح، جيش ويا الشعب للموت لبينا، ما ينسوك ولد الملحة ما يخلوك، ننهى احنا العدو لو زاد تحصينه، ترجع نينوى اش ما طالبين الحال، وحق الله ترجع كل روابينا، وحق الله ترجع كل روابينا. تتواصل الاحتفالات في العراق بتحرير مدينة الموصل من داعش، وقد أقيمت في بغداد احتفالية حملت عنوان النصر يوحدنا، تخللتها كلمات وأناشيد للمناسبة. طول ما همتني تحية لمن يقضمون الأرض تحريرا لما تبقى من الأرض، ومثلها لمن أنجز وعده ونفذ. الموصل تخلصت من أبشع قيد أسود موجع، قيد بالحقد والكراهية، تصدى له الرجال
وحطموه لتعود الحرية إلى أم الربيعين بعد أن عاث المجرمون الظلاميون فيها فسادا وخرابا. الإنجازات العسكرية التي تحققت في الأيام الماضية في سوريا والعراق أثارت القلق في إسرائيل لما لها من انعكاسات على المنطقة في ظل استمرار تصدر تهديد إيران وحزب الله سلم الأولويات بالنسبة إلى الجيش الإسرائيلي. منال إسماعيل. بانتظار إطلالة رئيس الوزراء. باهتمام بارز يتابعون في إسرائيل التحولات الإقليمية التي تشهدها المنطقة، ولا سيما الإنجازات العسكرية والميدانية في سوريا والعراق لما لها من انعكاسات على وضع إسرائيل الاستراتيجي. تقديرات المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تشير إلى أن الانتصار في المعركة السورية وتعاظم القوة لدى حزب الله منذ حرب لبنان الثانية يفرضان معادلة استراتيجية صعبة بالنسبة إلى إسرائيل. الرئيس الإسرائيلي رأوفين ريفلين حذر من تعاظم قدرات حزب الله وتهديده المتزايد لإسرائيل. حزب الله بدعم وتأييد من إيران يتعاظم ويصبح أقوى ويتسلح بسلاح هدفه تهديد مواطني إسرائيل. نائب رئيس هيئة الأركان العامة الذي يغادر منصبه قريبا يائير جولان رأى أنه يجب الاستعداد جيدا لمواجهة حزب الله لأن المعركة المقبلة معه ستكون قاسية جدا. حزب الله الذي ليس جيشا نظاميا هو عدو مسلح جيدا مع خبرة قتالية غنية وقدرات تكنولوجية متقدمة مدعومة من إيران، ولذلك فإن الحرب المستقبلية ستكون أكثر فتكا ومن أقصى المعارك التي خبرناها. جولان قال إن التهديد الإيراني شيء لم تواجهه إسرائيل من قبل، فإيران قوة إقليمية ومجتمع متطور قد تضع أمام إسرائيل تهديدا كبيرا جدا. هناك تحدي أساسي إضافي سيواجهه الجيش الإسرائيلي وهو التهديد الإيراني. إيران لا تشبه أي من الدول العربية التي واجهناها، فمنذ أيام عبد الناصر لم تكن هناك جهة حاولت بهذا النحو توحيد كافة القوى ضد إسرائيل، لذلك يجب علينا أن نفهم أن التحدي الموجود هنا غير عادي. القلق من تنامي قوة المحور الممتد من إيران إلى لبنان يحتل سلم أولويات المؤسستين السياسية والعسكرية في إسرائيل، يقول محللون ويضيفون إن كل التطورات الحالية من الموصل إلى الجنوب السوري تصب في مصلحة محور إيران وسوريا وحزب الله. قتل 5 عناصر ينتمون إلى داعش بعملية أمنية للشرطة التركية ضد خلية للتنظيم في كونيا وسط البلاد وفق ما أعلنت الشرطة. ووفق الشرطة أيضا فإن العناصر قتلوا خلال اشتباكات مسلحة أدت إلى إصابة 4 عناصر من قوات الأمن بجروح. كذلك أعلنت الشرطة التركية اعتقال 41 مسلحا من داعش في مدينتي إزمير وملطي. نذهب الآن إلى فاصل قصير، نعود بعده لنتابع النشر. أهلا بكم من جديد. وسط حال من الغضب العارم شيع الفلسطينيون في الضفة الغربية اليوم شهيديهم اللذين سقطا خلال تصديهما لاقتحام قوات الاحتلال مخيم جنين. وقد شارك في تشييع الشهيدين سعد صلاح البالغ من العمر 20 عاما والفتى أوس سلامة البالغ 17 عاما. شارك مئات الفلسطينيين الذين رددوا هتافات ضد إسرائيل. وكان الشهيد سعد صلاح قد قضى برصاص الاحتلال الحي فورا فيما استشهد سلامة متأثرا بجروحه بعد نقله إلى المستشفى وسط حال من الحزن الشديد. اقتحم الجيش الإسرائيلي مخيم جنين وتمركز بأزقة المخيم. طبعا فش 5 لاعبين جايت الدوريات، وكان هذا الشهيد على المطور
ورا الجبات وطلعوا له فجأة، طحوه والحبة وقع على الأرض وكملوا عليه تخزيق. أطلقوا عليه النار؟ أطلقوا طبعاً. أربع خمس تقريباً سبع ثمان إصابات بجسمه وركبته وقدره وراسه. على صعيد آخر، أصدرت محكمة الاحتلال الإسرائيلي قراراً بالاعتقال الإداري بحق النائبة في المجلس التشريعي وعضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية خالدة جرار. قوة الاحتلال اعتقلت النائبة جرار بعد مداهمة منزلها في رام الله الأسبوع الماضي، وكانت جرار قد تعرضت للاعتقال في أبريل نيسان 2015 ل15 شهراً بتهمة النشاط السياسي والانتماء إلى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. إلى قطاع غزة الآن الذي بات مكانا غير صالح للعيش، بتأكيد من الأمم المتحدة التي أشارت إلى أن التدهور يشمل جميع نواحي الحياة في القطاع وعلى نحو سريع ومضطرد. التفاصيل في هذا التقرير. غير صالح للحياة، هكذا ترى الأمم المتحدة قطاع غزة بعد عشرة أعوام من حكم حركة حماس. تقرير أممي عن مؤشرات الحياة الأساسية في القطاع يؤكد أن مليوني غزي يعيشون حالة من انعدام التطور منذ عقد من الزمن هو عمر حكم حماس لغزة. هذا الوضع غير إنساني وغير عادل، هو خنق تدريجي لنحو مليوني مدني في غزة لا يهددون أحدا في الحقيقة. نحن نتحدث عن عدم قابلية الحياة في غزة، الكهرباء موجودة لساعتين فقط، والبطالة تبلغ 60% بين الشبان، الأفق ضيق فعلا. غزة قطعت عتبة عدم قابلية الحياة منذ وقت طويل. مصادر الطاقة والمياه الصالحة للاستخدام والشرب والخدمات الصحية والبطالة والفقر والأمن الغذائي هي المؤشرات التي يرصدها التقرير، وكلها بحسبه آخذة في التراجع. الأسباب واضحة، حصار الاحتلال الخانق للقطاع لم يرفع لحظة منذ عشرة أعوام. ثلاثة حروب طاحنة ضد غزة في الأعوام 2008 و2012 و2014، إضافة إلى الانقسام السياسي الفلسطيني وحالة التجاذب بين غزة ورام الله التي تترجم بأشكال عديدة، مرة بقطع الرواتب عن موظفي القطاع وأخرى بتأخير التحويلات الطبية لمرضاه. كل هذا يؤثر في نوعية الحياة في القطاع. الاحتلال يتحكم بمد غزة بالكهرباء، ساعات التقنين بدأت تتجاوز 20 ساعة يوميا، فيما تعرقل المساعي لإيصال الوقود المصري إلى محطات الطاقة الغزية، ما يفاقم معاناة المرضى ويهدد بانهيار القطاع الصحي ذي الإمكانات المتواضعة أصلا. البطالة إلى ارتفاع بين سكان القطاع ذوي الغالبية الشابة، وحتى مصدر المياه الوحيد في القطاع مهدد بالنضوب خلال 3 أعوام إذا لم يتم العمل سريعا على وقف التدهور في كافة مناحي الحياة وفق التقرير الأممي. وضع غزة غير إنساني وفق التقرير المترجم إلى لغات الأمم المتحدة الست، لكن ما هو غير إنسانيا حقا هو استمرار هذا الوضع أمام أعين العالم عاما بعد عام كجزء من معاناة كل الفلسطينيين التي يعرفها المجتمع الدولي جيدا منذ احتلال بلادهم قبل 69 عاما. حول هذا الموضوع ينضم إلينا من قطاع غزة المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين عدنان أبو حسنة. سيد عدنان، إذا التقدير واضح للوضع في القطاع، التقرير الأممي يقول بأن القطاع غير صالح للحياة، ربما السؤال الأهم ما الحل؟ يعني هذا التقرير كيف يمكن أن يساهم في الحل؟ رفع الحصار، ربما تغيير سياسي أيضا قد يؤدي إلى انفراج حياتي للغزيين. نعم، هذا هو المطلوب ما تفضلت به، ولكن هو ما لوحظ خلال السنوات الماضية أن هناك تسارع في الانهيار الدراماتيكي الكبير في مختلف القطاعات في قطاع غزة. نحن أعلننا في عام 2012 بأن غزة قد تكون في عام 2020 مكانا غير صالح للحياة، ولكن يبدو أن الأمور تسارعت بصورة دراماتيكية ووصلنا إلى هذا الحال الموجود. الانقسام الفلسطيني، الحصار المفروض على غزة، غزة لا زالت محتلة حتى الآن. أنا أعطيك مثال آخر عما يحدث في قطاع غزة، عدد الذين غادروا غزة العام الماضي فقط هم 10,000 شخص، هذا يعني أن لكل غزي فرصة لمغادرة قطاع غزة كل 200 عام مرة واحدة، فيما البطالة 43% بين الشباب 60% بين النساء أكثر من 80% البطالة. نتحدث عن صورة سيريالية خطيرة مدمرة بها تراكم للطاقة السلبية، وستؤثر حتما
حتى على توجهات السكان الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للأسف الشديد. الحل هو رفع الحصار، إنهاء الانقسام، أن تعود غزة مرة أخرى على طاولة المجتمع الدولي، لأن ما يحدث في هذا المكان فعلا يهدد السلم في هذه المنطقة. المساعدات التي تقدم للقطاع هل يمكنها أن تكفي ربما الاحتياجات الأساسية؟ يعني نحن على سبيل المثال نقدم لحوالي 1,000,000 لاجئ فلسطيني مساعدات غذائية منتظمة. نحن في غزة لا نتحدث عن جودة الحياة، لا نتحدث عن جودة حياة على الإطلاق، نحن نتحدث كيف نبقي هؤلاء الناس أحياء. نقدم لهم الأشياء الأساسية، طحين، سكر، زيت وما إلى ذلك، ولكن السؤال المركزي ماذا عن المياه الملوثة؟ أكثر من 95% من مياه غزة ملوثة بالنيتريت، النيترات في مياه غزة 10 أضعاف المعدل العالمي، وهذه تؤدي إلى سرطانات وأمراض مميتة وفتاكة، انهيارات في القطاع الصحي، الكهرباء التي تأتي بالأمس فقط أتت لمدة ساعتين في غزة، هل يمكن هذا يعني أن هناك انهيارات متوالية، الطاقة غير موجودة، كل القطاعات، الزراعة، الصناعة، التجارة كلها تتعرض للانهيارات، بالإضافة إلى الضغوط النفسية الهائلة. فقط العام الماضي كان لدينا أكثر من 400,000 شخص يعانون من أمراض نفسية وتراوما وضغوط عقلية وهائلة. إذا ما المطلوب؟ أن تتحول غزة إلى مجتمع متسول ومريض نفسيا، هذا شيء غير مقبول على الإطلاق. المطلوب أن تكون هناك خطوات سريعة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. شكرا لك سيد عدنان أبو حسنة، المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل لاجئين فلسطينيين، كنت معنا من قطاع غزة. فلسطينيا أيضا، وبعد توتر في العلاقات دام طويلا بين القاهرة وحركة حماس، بدأت ملاهم يحو علاقة جديدة تظهر بين الجانبين. خالد أبو عرب. العلاقة بين القاهرة وحركة حماس على عتبة تحولات حقيقية على ما يبدو، تحولات قد تضع حدا لحالة التأزم التي سيطرت على مسار العلاقات بين الطرفين لفترة طويلة. زيارات متتالية لوفود قيادية من حماس إلى مصر، التقت خلالها عددا من المسؤولين المصريين وبحثت تداعيات ونتائج الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة وسبل إنهاء الأزمات التي يعانيها القطاع، ولا سيما في ظل دور مصر في التخفيف من الحصار وفتح معبر رفح الحدودي، فضلا عن تزويد غزة بالطاقة. التدفقات المالية والدعم المالي والدعم الخارجي لحماس تراجع خلال الفترة الماضية بما فيها الجهات الداعمة التقليدية، وبالتالي تحتاج إلى ضخ الكهرباء من مصر، تحتاج إلى فتح المعابر، معبر رفح بين مصر وقطاع غزة في الاتجاهين لفترات طويلة لتخفيف حدة الحصار على قطاع غزة. ووفقا للاتفاقات التي أجرتها حماس مع المسؤولين المصريين، تقرر إنشاء منطقة عازلة على الشريط الحدودي لمصر وقطاع غزة للحفاظ على الأمن القومي المصري وأمن القطاع، من خلال كاميرات مراقبة ووضع أسلاك شائكة لمنع حالات التسلل. هذه المنطقة وهي لا تتعدى في العرض بتاعها 100 متر وفي الطول مع طريق صلاح الدين، وعليها مراقبة فلسطينية، وده جاء من بند معين تم نقاشه مع الجانب الغزاوي في مصر. يعني ان لا، يعني ما تقوليش ان ما يخرج من غزة هو مش مسؤوليتي، دي مسؤولية ممتاز دغمش او مسؤولية السلف الجهادي او مسؤولية البعض من ورائي. الحاكم في بيته بالقانون المدني والعسكري والعرفي هو المسؤول. وكانت السلطات المصرية قد سمحت اخيرا بادخال شاحنات وقود الى القطاع لعدة ايام للمرة الاولى منذ منتصف عام 2013. عناوين سياسية وأمنية يحملها التقارب بين القاهرة وحماس تدخل جميعها ضمن التنسيق المشترك بين الجانبين، تقارب أهدافه تحريك المياه الراكدة بينهما وفتح صفحة جديدة في العلاقات تخدم مصالح الطرفين. خالد أبو عرب، القاهرة، الميادين. رأى المتحدث الرسمي باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن لقاء الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب أثار موجة جديدة من المنشورات الفاضحة في وسائل الإعلام. بيسكوف قال إنه من ضمن المنشورات ظهور مواد في وسائل الإعلام الأمريكية عن التأثير الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة، وأكد أن موسكو لا تشارك في مثل هذه المسلسلات ولا داعي إلى جرها إلى هذا المسلسل بأي شكل من الأشكال.
وزير خارجية روسيا سيرجي لافروف أكد أنه فوجئ باتهام لجل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتواصل مع محامية روسية، واتهم الإعلام الغربي بصنع ضجة من لا شيء. فوجئت وذهلت عندما سمعت عن المحامية الروسية، سواء اتهم نجل ترامب بالتعامل معها أم لا. هذا غريب جدا. عن أي مشكلة نتحدث؟ ما التهديد الذي نتحدث عنه إذا كان هناك اتصال بين موكل ومحامي؟ لم أسمع بهذا الموضوع من قبل. سمعت عنه أمس من الأخبار، وهذا الصباح شاهدت التلفزيون والقنوات الغربية كانت تناقش الأمر أيضا. من المذهل كيف يمكنك أن تصنع ضجة من لا شيء. في أول خطوة من نوعها غادرت سفن حربية صينية إلى جيبوتي في القرن الأفريقي لإقامة أول قاعدة عسكرية لبكين في الخارج. وبدأت الصين في العام الماضي بإقامة قاعدة لوجستية في جيبوتي لإعادة تزويد السفن البحرية المشاركة في مهمات حفظ السلام والمهمات الإنسانية بالوقود قبالة سواحل اليمن والصومال على نحو خاص. بهدف تعزيز حضورها العسكري على الخارطة العالمية، شرعت الصين في إنشاء أول قاعدة عسكرية لها خارج حدودها، واختارت دولة جيبوتي الأفريقية ذات الموقع الاستراتيجي المطل على البحر الأحمر ومضيق باب المندب. السفن العسكرية التابعة للجيش الصيني تحمل جنودا ومعدات عسكرية. هذه السفن انطلقت من ميناء تشانغيانغ جنوب البلاد باتجاه القرن الأفريقي، وهي تهدف إلى إقامة قاعدة دعم في ساحل مدينة أوبوك المطلة على المحيط الهندي. إنشاء قاعدة لها في جيبوتي تزامن مع إجراء القوات البحرية الصينية مناورات حية في البحر المتوسط بمشاركة قوات روسية. الخطوة الصينية في أفريقيا أثارت قلق الهند والولايات المتحدة، فالهند تنظر إلى إنشاء القاعدة بعين الريبة، وحذرت من تحول جيبوتي إلى حلقة ضمن سلسلة اللؤلؤ الصينية التي تضم تحالفات عسكرية تهدف إلى تطويق الهند وبنغلاديش وميانمار وسريلانكا انطلاقا من القارة السمراء والمحيط الهندي. القلق الهندي قابله بحسب موقع بزنس انسايدر تخوف أمريكي من مشاركة الصين في لعب دور أكبر في العمليات العسكرية الخارجية، واصفة إنشاء القاعدة الصينية بأنه يهدد المساعي الأمريكية في المنطقة. اختيار بكين دولة جيبوتي نظرا لأهميتها الاستراتيجية والعسكرية والاقتصادية حاز اهتمام بعض الصحف والمجلات العالمية، حيث رأت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية ومجلة ذا ديبلومات اليابانية أن نصف واردات النفط إلى الصين وثلث التجارة العالمية يمران عبر هذه المنطقة، وأن أفريقيا تشهد سباقا محموما بين الدول الكبرى للحصول على امتيازات للاستثمار في أسواقها وثرواتها. كما أن استراتيجية طريق الحرير البحري الاقتصادي التي أعلنتها الصين منذ سنوات تستهدف دول جنوب شرق آسيا ودول الشرق الأوسط وشرق أفريقيا، إضافة إلى تعزيز وجودها العسكري في منطقة بحر الصين الشرقي وبحر الصين الجنوبي. تحت شعار ثقافة حرة افتتحت في الشيحية قرب صفاقس بتونس الدورة 17 لمهرجان تنيور بعد انقطاع دام لسنتين. عروض كثيرة ومتنوعة يقدمها مهرجان تنيور، ويشارك فيها فنانون من مختلف الأجيال، بينهم موسيقيون ومسرحيون وسينمائيون ورسامون. تبرز في المهرجان الحضرة الصفاقسية وفرق صوفية، إضافة إلى عقد ندوات حول عنوان الفن والشارع واقع ورهانات. المنظمون يراهنون على إحداث تفاعل بين الشارع والفنون المختلفة، وعبر إزاحة مساحات حرة للمواطنين للتعبير بالصوت والجسد. ومن الفعاليات ورش لفن الجرافيتي والفن السماعي البصري ورسم الجداريات والنحت وصناعة الألعاب الشعبية. مهرجان تنيور يعقد العزم على فنون الشارع وعروض حية في الفضاء الخارجي، ما يجذب جمهورا كبيرا. تبقى الإشارة إلى حاجة المهرجان إلى الدعم المادي كغيره من المهرجانات التي تقام في تونس، واضعة الثقافة والفنون في متناول الناس.
في فقرة مدينة طليطلة نتوقف عند أجمل كاتدرائيات العالم المقامة في إسبانيا، والتي تحتوي على أيقونات نادرة ومذابح مرصعة بالذهب، بناء أبدع في صنعه أهم المهندسين في القرن 13. مايك شلهوب. الدخول في الشوارع الضيقة هو الوسيلة الوحيدة لوصول المؤمنين إلى كاتدرائية طليطلة أو كاتدرائية القديسة مريم. هي من أجمل الأعمال الهندسية في العالم، وقد بنيت في القرن 13 في عهد الملك فرناندو الثالث، واستغرقت عملية البناء أكثر من 200 عام، وتحديدا في عهد الملوك الكاثوليكيين في عام 1493. هنا مركز مطرانية طليطلة أيضا، التي تضم مخطوطات تعود إلى القرنين الثامن والحادي عشر، ولطالما مثلت مكانا هاما على أجندة الزائرين للمدينة التاريخية ومن مختلف أنحاء العالم. احنا جينا من بيروت تنشوف خصوصي للكاتدرائية تبع توليدو، كتير حلوة روعة. المذبح تبعها عن جد أنا بعد مش شايفة مذبح لقت حلو بجسد حياة المسيح كلها من أولها لآخرها. صحيح أن الطقس القوطي ألغاه البابا غريغوريوس 13، لكنه لا يزال حتى اليوم معتمدا في هذه الكاتدرائية فقط. الطقس القوطي يعود إلى القرن السابع، حيث كان المسيحيون يستخدمونه في ممارسة الشعائر الدينية خلال الحكم الإسلامي، لذلك يحتوي على عبارات عربية، واللافت أن أبناء هذه المدينة يحتفظون به حصرا في قداسهم الإلهي. أنا من كليرمون فيران في فرنسا. برأيي كاتدرائية طليطلة في غاية الروعة، سواء من جهة حجمها أو لناحية الأيقونات والصور المرفوعة على الجدران. وما أجده مدهشا هو احتواؤها على ثقافات عديدة. لافتة جدا الكاتدرائية بأناقتها، ولا سيما الذهب الممتد بين الجدران والكراسي والمذبح. فبعض النظريات تقول إن الأثرياء كانوا يمنحون الكنيسة ممتلكاتهم الثمينة بعد وفاتهم، والبعض الآخر يشير إلى تقديم الملوك لهذه المقتنيات. حين احتل الملك ألفونسو السادس مدينة طليطلة، دخل إلى هذه الكاتدرائية ليقدم صلاة الشكر، وهي لا تزال على حالها منذ عام 1493 حين ترممت في عهد الملوك الكاثوليكيين. مايك شلهوب من مدينة طليطلة الإسبانية، الميادين. والآن نعيد التذكير بعناوين النشر. دولة قطر تبادر في شق الصف العربي. يعرف أي قنوات إعلامية ومنها قناته التي ترهب الناس مسريا وتدلس. سجال حاد واتهامات متبادلة بين قطر والسعودية والبحرين في مجلس وزراء الإعلام العرب، والإمارات تتهم قناة الجزيرة بنشر الطائفية والعنف ومعاداة السامية. الأمم المتحدة تعلن أزمة اليمن الأخطر في العالم مع تفاقم المجاعة والكوليرا. لافروف يحث المعارضة السورية على التخلي عن لغة الإنذارات والشروط المسبقة ومحاولات تغيير النظام. شهيدان وجرحى في تصدي شبان فلسطينيين لاقتحام قوات إسرائيلية مخيم جنين، والضفة تشيعهما وسط حال من الغضب. وكان في نافذة مدينة طليطلة كاتدرائية القديسة مريم تحفة هندسية عمرها قرون. للمزيد من الأخبار والتقارير يمكنكم زيارة موقع الميادين على الإنترنت بلغتين العربية والإسبانية. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.